هنا بدأت لحظات العياط والزعل عشان آخر مرة أشوف البيت قبل ما أسافر. الشنطة بتاعتي آخر مرة تنزل على السلم إن شاء الله لحد الأجازة الجاية، يعني إن شاء الله. يا جماعة بجد عايزة أقولكم حاجة بس في أول الفيديو، مصر حلو قوي، مصر حلو قوي 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 قوي، وهتوحشني قوي مجرد ما أسافر، مجرد ما بقعد أسبوع بس على الألف تركيا مصر بتبتدي توحشني، لأن مصر حلوة جدا. الواحد مهما لف ومهما راح عمره ما هيلاقي حاجة زي مصر، عمره ما هيلاقي شعب زي المصريين. دي بجد أنا سافرت وأعرف ناس سافروا دول تانية، وحقيقي مفيش أحلى ولا أجمل من مصر. كل الحاجات اللي احنا عدينا بيها، احنا لسه شعب لطيف، لسه شعب بيضحك، لسه متمسك بنفسه بعد كل الأزمات اللي احنا عدينا بيها. فأنا فخورة بينا وفخورة بمصر. اوكي نعدي بس الحته دي عشان نروح بعد كده تركيا واحنا مفتوحين. دلوقتي انا وصلت المطار، الدنيا انا كنت واصله مش بدري قوي ومش متاخر قوي، انت لازم توصلوا قبل الرحله، ميعاد الرحله يعني بحوالي 3 ساعات، لان المطار عاده بيكون زحمه جدا. انا وصلت المطار كنت قاعده ونايل اير، انا مسافره مع نايل اير في الذهاب، فالبوردنج ما كانش شافتها غير الساعه 9، فانا كنت قاعده مستنيه. في هذه الاحياء او في هذه الحياه، مش الاحيان، مش عارفه الكلمه جت ايه بالظبط يعني. المهم قعدت اتفرج على مسلسل اسمه منعطف خطر، مسلسل تحفه، قعدت اتفرجت عليه طول ال 12 او اعتقد المره دي قعدت 14 ساعه تقريبا، قعدت اتفرجت عليه طول ال 14 ساعه، والحمد لله البوردنج فتح الساعه 9 وشويه. خلاص عدينا وعدينا التفتيش وكل حاجه، وكنت قاعده هنا مستنيين الاتوبيس اللي هيجي عشان ينقلنا للطياره، لان الطياره مش قريبه من المكان اللي احنا قاعدين فيه. برضو كان في تاخير في الحته دي، ساعتها كانت 11:30 تقريبا قبل الطيارة بحوالي نص ساعة، وكان في ناس كتير قوي واقفة برا. كنت ابتديت بصراحة ان انا اصدع واتعب واجوع، لان انا كنت مطبقة وداخلة في اكتر من 24 ساعة من غير اكل. انا عارفة ان انا هندم على الفيديو بس اتس اوكي. خلاص الطيارة جت وكنا رايحين نركب، والسلم بتاعها ومش عارفة، انا بحب دايما الحتة دي بصراحة، بس ما صوت المحركات بتاعة الطيارة او مش مهم، الموتور بتاع الطيارة اهو. دلوقتي انا خلاص كنت ركبت الطيارة، والسيت بتاعي الحمد لله كان جنب الشباك، كان في ناس لسه بتركب، في ناس بتأخر عشان توصل البوردنج وكده، فكان في ناس لسه بتركب. وده شكل الطيارة من جوه، هي أشبه حاجة لأتوبيس شرق الدلتا يا جماعة، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الواحد بيعيش تجربة زي دي، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. فده شكل الطيارة من جوه، وده الحتة اللي هما مش عارفة المهبط ولا اسمها ايه اللي هما بيقعدوا فيها دي. كنت قاعدة مبسوطة الحمد لله، يعني الرحلة دي كانت كويسة، لأن احنا بدأنا متأخر بس الطيار كان ماشي بسرعة. دي لقطات عشوائية من السماء، أنا كنت حابة أن أرويكم المنظر، لأن بصراحة يعني أنا أول رحلة أو أول سفرية أسافرها ويكون المنظر بالجمال ده، ونكون جوه الغيوم بالشكل ده. احنا كنا جوه الغيوم كأننا ساندويتش كده، الغيوم من فوق ومن تحت، فالمنظر بصراحة كان رهيب. أنا عارفة أن الكاميرا بتاعت موبايل اكيد مش نقله لكم المنظر زي ما كان في الحقيقه بالعين الحقيقيه بعين الانسان، يعني كان المنظر حلو جدا، بس اتمنى ان الموبايل ينقل لكم المنظر ولو شويه. كان الواحد كاننا عايمين على قطن، يعني بصراحه كان رهيب رهيب يعني الحمد لله. دي لقطات تانية عشوائية أخرى، كان الشمس بتشع من خلال الغيوم وماشيين جواها. يعني جماعة اللي مش interested أنا بقول يعمل سكيب، يعني روحوا بقى للمشاهد اللي بعد كده لو انتم مش interested. بس أعتقد إن أي حد ما جربش تجربة السفر، المشاهد دي بالنسبة له هتكون حلوة، لأنها هتديكوا زي نبذة كده مسبقة عن الحاجات اللي انتوا تشوفوها لما تسافروا. وبصراحة هي أحلى حاجة في السفريات بتكون الحتة دي، لما تكونوا متشعرقين في السماء. انا عماله اهتي واقول كلام كتير ملوش لازمه، بحاول اعدي املي الفراغ لحد الكلاب اللي بعده ما يجي. يلا يلا انتوا عاملين ايه؟ اكتبي تحت انتوا عاملين ايه لو انتوا وصلتوا للحته دي. طبعا قعدت اكمل في المسلسل برضه بتاع منعطف خطر، بصراحه كان فظيع، وهنا كانوا ابتدوا ان هو يحلوا القضيه، فكنت مركزه جدا، كنت مركزه جدا والله، كنت مبسوطه بصراحه، المسلسل كان حلو. ابتدينا خلاص ان احنا نخش اسطنبول، ده كان شكل اسطنبول من فوق، طبعا ما تفرقش كتير عن مصر من فوق، بس هي الحته اللي بعد كده كانت ابتدت تبان اسطنبول بعمارات وكده، بس انا ما صورتش يعني، كنت خلاص اللي هو زهقت، ما حسيتش الموضوع فيه اهميه. طبعا هو في الانحاء دي كان جالنا الاكل، وانا ما صورتش لان انا كنت جعانه زي ما قلت لكم، قعدت 24 ساعه من غير اكل، فانا ما صورتش حته الاكل في الطياره دي. وصلنا وجالي بانيك اتاك طبعا الاول، لانك شفت الموبايل بتاعي مش بيفتح، الخط مش بيفتح، ما كنتش عارفه ان انا لا اكلم اهلي يطمنوا عليا، ولا اكلم خطيبي، ولا اكلم اي حد، ولا اعمل اي حاجه في اي حاجه. فوقفت تصوير كل حاجه لحد ما وصلت للجيت اللي هي للطياره التانية، انا بركب طياره تانية عشان توديني لبودروم في مولا. فدي كانت الطياره التانية اللي هي الطياره الداخليه بتاعه شركه بيجاسوس. بصراحه بيجاسوس من اسوا الطيارات اللي ممكن تركبها في حياتكم، يعني طياره بشعه.
بس الحمد لله. وبجد كان لسه لحد اللحظه دي كان عندي بانيك اتاك فظيع يعني حقيقي، كنت حاسه بخوف رهيب لان انا ما كنتش عارفه اطمن على والدتي. اصلا والدتي كانت تعبانه قبل ما اسافر، لو انتم مش عارفين انا والدتي تعبانه الحمد لله، فكنت خلاص بعيط في الحته دي عشان كنت خايف عليها جدا. وبعدين الاكل جه في الطياره دي، الطياره دي انا كنت طالبه فيها حاجه مدفوعه يعني، كنت دافعه وانا بحاسب. كان طب نمنا الباكج العالي، سندوتش كان بشع، كان جاف جدا وجالي ضغوط مرتين اصلا بسببه. وبعدين الحمد لله وصلت مولا، ده الاوتوجار او موقف الاتوبيسات في مدينه مولا، وصلنا الحمد لله بالسلامه الحمد لله. كده انا كان بقالي 15 ساعه. بعدين وصلت اوضه السكن النباتشي. الفيديو ده انا ما كنتش مصوره عشان احطه في الكليب، ما كنتش مصوره عشان احطه في الفيديو، انا كنت مصوره لاهلي اصلا. فانتوا هتشوفوا الفيديو اهو، ده شكل الاوضه النباتشيه اللي هم حطونا فيها في الاول. دلوقتي انا في اوضه تانية اساسا، في سكن تالت غير الملي بانجو وغير السكن ده وغير سكن تالت خالص. فانا هعمل لكم فيديو اصلا منفصل ليه، هوري لكم الاوضه عامله ازاي. فلو انتوا عايزين تشوفوا ده بليز اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الاوضه الجديده اللي انا فيها دلوقتي عامله ازاي، لان انا هعمل منها الفيديوهات الجايه. فده كان شكل الاوضه، وانا خدت السرير اللي هو كان لوحده في ناحيه ده، وقعدت فيها تقريبا 3 ايام او حاجه زي كده. فزي ما قلت لكم انا اسفه ان الفيديو عمودي مش افقي، ده لان انا كنت بصور الفيديو اصلا لاهلي، مش عشان احطه في الفيديو ده. الميزه الجامده جدا في السكن ده ان فيه الحمام والبانيو الاتنين جوه جوه الاوضه، مش بره، مش في اخر الدور. انا كنت متخيله ان كل السكنات زي الميلي بيانجو ان التويليت والبانيو في اخر الدور دايما، لا هم بصراحه موجودين في الاوضه، فدي حاجه جامده جدا. وفي الفانيتي دي فتحفه تحفه، انا كنت انا بقول ان هي تحفه. المهم بعد كده رحت ايس بيج ماركت عشان اعمل شوبينج للايام اللي جايه، عشان الاقي حاجه اكلها في الفتره اللي جايه. انا اللي ببص على كوبايات. لسه راجعة من برا حاليا، زي ما انتوا شفتوا كنت في ايزبي واشتريت حاجات. فانا عايزة اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها 100 ليرة، ف خلينا نشوف هي ورثت ال 100 ليرة ولا لا. ودي الحاجات المفروض اني هسرفايف عليها طول الفترة الجاية لحد يعني اسبوع مثلا لحد ما اشوف هعمل ايه بعد كده. ليتس جو. انا مش معايا ستاند الموبايل، وعارفة ان الزاوية غريبة جدا دلوقتي، بس احنا بنحاول نمشي امورنا بالموجود. ده اول ريسيت 31 ليرة، مش عارفه باين ولا اكيد مش باين. وتاني ريسيت ب 77 ليرة، هما فعليا 108 ليرة. فتعالوا نشوف. اول حاجة توست، 3 ازاز مية كبيرة لان مفيش مية هنا اصلا، و لانشون وأسيتون، عصير مناديل، خوخ، علبة مربى. طبعا هما حاجات كتير بصراحة، يعني إن أنا دفعت فيهم 110، ممكن في دول تانية تكون حاجة غالية جدا، بس في دول أعتقد زي مصر 110 أو 108 أنا دفعتهم فيهم كويسين جدا. و بس كده أنا تعبت بجد وفصلت جوه حر. أنيوزي، ده كان نهاية الفلوج ده، هب تكونوا انبسطتوا، واشوفكم الفيديو الجاي، واعملوا سبسكرايب عشان في حاجات كتير قوي حلوه جايه. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. الى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.